السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عندي 3 استفسارات يا شيخنا الله يكرمك. اتفضل الله يحفظك. أول استفسار، هل نعيم القبر وعذابه هو بيسبق الحساب يوم القيامة؟ يعني هل بيبقى مثلا الشخص في مجمله من أهل الجنة فينعم في القبر أم هي بشارات؟ بشارات بسيأتيك عملك الصالح في صورة رجل أبيض الثياب أبيض الوجه طيب الرائحة. تقول من أنت؟ وجهك الذي يأتي بالخير. يقول أنا عملك الصالح. فتقول يا رب أقم الساعة. أنا العكس، الكفار والعياذ بالله. يعني إشارات ويستمر الوضع ونعيم أيضا، يعني في نعيم لكن يفتح له باب إلى الجنة، يأتي من ريحها من طيبها. الاستفسار الآخر،